رسالة أيضا وأختم بها إلى المواطنين داخل هذه الجهة. ٢٠٢١ على الأبواب، قد نكون قد لا نكون، ولكن كما يقولوا العرب وصايت الرخا ما تنسى. اللهم نقولها لكم ضريكتي المواطنين، انتم اللي طلعتوا هذه العينه، انتم اللي كتحملوا المسؤوليه امام صناديق الاقتراع عندما تبيعون انفسكم ب 200 درهم و 300 درهم و 500 درهم. اليوم تيا الاشكال في المغرب والاشكال في الاقاليم الجنوبيه ماشي سياسي، ونقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالي، الاشكال ثقافي متعلق بالعقليات، متعلق بالتوجهات، متعلق بالمواطن اللي كيضل عام كامل كيهضر في الشارع على الفساد وعلى المحسوبيه وعلى الزبونيه، وملي كتجي الانتخابات كينسى كل شيء ديك الهضره وكيشد 200 درهم وكيطلع لنا امثال هؤلاء الذين يعرقون.